17 يناير هي ذكرى رحيل الفنان محمود عبد العزيز ومصطفى سيد احمد، الف رحمه ونور عليهم. وشاعر العيون كما انا ذكرت في البدايه يعني حاج موسى الله يديه الصحه والعافيه، ايضا كمان استاذنا القامه محمد مرغني ربنا يمتعك بالصحه والعافيه. لكن اليوم هو تزامن مع رحيل، ايضا غامات قد يرتبك الانسان احيانا وقد ينعي وقد يقول الرحمه والمغفره، لكن الرحمه هي تجوز للحي وللميت. والف رحمه لكل المتوفيين وربنا يديكم الصحه والعافيه كل كبار الفنانين اللي موجودين الان في الساحه السودانيه. والعيون يبقى هي مهمه، هي اللي بتوصلنا لرسائل، وهي اللي بتوصل لنا رسائل، وهي اللي بتورينا محبه الناس لنا. وتلاقيهم لما انت تمشي لزول بيقابلك اول حاجه بعيونه، ودي واحده من حاجاتنا الاجتماعيه اللي احنا هنتعرف عليها، التواصل الاجتماعي ما بين الناس وعلاقاتنا وشكلها كيف الحميمي. وسائل التواصل الاجتماعي ايضا كمان انتشار وجوده في حياتنا، والناس اللي تعرفنا عليهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي هل هم ممكن يصبحوا اصدقاء واضافه لنا. دكتوره ساره ابراهيم متخصصه في الاعلام المجتمعي واكاديميه، اهلا وسهلا بك وصباح الخير عليك منورانا كالعاده. اهلا وسهلا، صباح الخير، صباح الشروق، صباح كل حاجه جميله يعني. وانا سعيده اكون معاكم في قناة الشروق اللي هي قناتي اللي بحبها جدا وبفضلها يعني على كل القنوات. تعيش واي حاجه جميله بتشوف العيون. اي وحقيقي يعني بشوفها جميله وبتمنى انها تكون يعني موجوده دائما يعني ان شاء الله. اي فانا سعيده معكم. نحن كمان دكتوره ساره احنا قاعدين نتكلم في حاجات كثيره اجتماعيه، لكن علاقاتنا الاجتماعيه في الفتره الاخيره اللي نحن فيها الان دي هل بقت عندها فوائد؟ نحن بقينا شنو من علاقاتنا الاجتماعية وكثير منها توترت وكثير منها بقت ما زي زمان بيقول لك، حتى الجار حتى الصاحب، هل حصل لنا شنو؟ طبعا العلاقات الاجتماعية اصلا هي يعني بتعريفها البسيط هي التفاعل بين الناس، وهي مقدرتنا على التواصل مع الاخرين. بعدين العلاقات الاجتماعية دي بتحقق لنا حاجة احتياجاتنا البيولوجية والاقتصادية والاجتماعية. يعني الانسان ما يفتكر العلاقات الاجتماعية دي ما ضرورية أو ما مهمة، أبداً، هي بتحسن لنا نوع الحياة. يعني العلاقات الاجتماعية في الدراسات كلها بيقول لك إنه لاحظوا إنه الإنسان اللي بيتمتع بعلاقات اجتماعية صحية هو حياته بتكون كويسة. بعدين بيكون عنده بتقلل لنا الصراعات، ما بتكون داخل دايماً في صراعات كده مع نفسك. بعدين بتحفز الصحة العقلية، عارفة؟ نعم. يعني الإنسان اللي بيتمتع بعلاقات اجتماعية كويسة بيكون قال لك القلق والتوتر والناي بيكون قليل عنده. بعدين بتحفز لنا جهاز المناعة، بيأثر على الزهايمر. صدقي اكتشفوا إنه العلاقات الاجتماعية الإنسان اللي بيكون عنده علاقات اجتماعية بيكون دائما إنسان يعني إصابته بالزهايمر بسيطة، ما عنده قابلية عالية للإصابة بالزهايمر عشان هو طوالي في حالة استقبال للناس، تواصل مع الناس، تواصل دايم أي كان نوع التواصل. فبتقلل لنا التوتر، بعدين بتحسسنا بالسعادة. يعني دي حاجة أنا قاعدة ألاحظها كثير جدا. لما تكون أنت مثلا إنسان عندك علاقات اجتماعية كويسة بيقوم يلاقوك أصحابك، جيرانك، أهلك، بتكون تحسي بنوع من الفرح كده، سعادة. السعادة دي طبعا بتعكس على كل هرمون السعادة، ده بينعكس على كل الحاجات اللي في الجسم وبأثر على اداء الانسان. يعني دائما تلقى الانسان يكون نشيط كده. لاحظي الحكايه دي لما بقول تمتع بعلاقات اجتماعيه كويسه، اقول لك الزول ده علاقاته كثيره، تلقى دائما انسان نشيط جدا في حياته. لكن هل العلاقات الاجتماعيه الكثيره دي كلها ايجابيه يا دكتوره؟ نحن ممكن نقدر طبعا طبعا العلاقات بتنقسم انواع. هي اصلا في العلاقات العاطفيه. العلاقات العاطفيه دي طبعا اللي بتختار انت بقلبك وبعينيك زي الحب، اللي هي علاقات الزواج، علاقات الصداقة، دي اللي بتختارها انت بعاطفتك. وفي العلاقات الأسرية اللي اسمها علاقات إجبارية، دي العلاقات اللي انت المفروض تكون انت موجود فيها، أهلك ما عندك طريقة، جيرانك وناس المراحل الدراسية، أيوة دي ما عندك طريقة، مكان الشغل دي ما لا علاقة العمل دي بتختلف. العلاقات الأسرية دي العلاقات الإجبارية اللي انت ما عندك طريقة تفوت منها، يعني انت ما عندك طريقة تخلي عمامك وخيلانك وندخل دي ما في طريقة تقطع نهائي. في علاقات العمل، علاقات العمل دي هي اللي بتكون في بيئة العمل، ودي طبعا كل ما كانت العلاقات دي علاقات متوازنة وكل ما كانت علاقات صحية بتخلق نوع من البيئة التعاونية في العمل. صحيح. وتلقى الناس ماشيين اوكي. احنا علاقة العمل دي هنجيب فيها شوية، هي لانها هي انا حديكم مثال لكثير من الشركات من غير ذكر اسامي، هي كيف انها بتحسن العلاقات الاجتماعية في بيئة العمل، الحاجة اللي بتنعكس على اداء العمل ذاته وتخليه ماشي في تطور. في العلاقات الظرفية، العلاقات الظرفية دي اللي بتلاقي زول في ظرف ما
في مكان ما، في الأسواق، في السفر، في المطارات، في برلنات، في مكان ما أنت بتلاقي أو بتلاقيه مثلا زي دكتورة سارة وإنسان بتلاقوا في الشهر مرة أو مرتين في برنامج في علاقات ظرفية ممكن تتطور. صدقي ممكن تتطور العلاقات الظرفية دي لعلاقة عاطفية، لأنك برضو يعني أنت لو العاطفة اتفعلت فيها ممكن تبقى علاقة. إذا استلطفت الزول، إذا حسيت أيوة، لكن خلينا نشوف العلاقات دي ذاتها بعد الواحد يستلطف الآخر ويكون عشان احنا عندنا زمن محكومين به، وده نوصل للناس رسائل. طيب انه الحقد اللي بيحصل لنا مثلا في العلاقات، يعني زول يشوف انه فلان ده والله اجتماعي والناس حوله ومحبوب جدا عند الناس، فبتبدا تحصل قصة انه يا اخي فلان ده والله ما كده، وبتدعي انه هو اجتماعي وهو اجتماعي. لا هو طبعا انا ذكرت لك لما ذكرت لك انواع العلاقات دي عشان احنا ذاتنا محتاجين نشوف انواع علاقاتنا ذاتها نفصلها، عشان انت مثلا الناس ما يقول لك الزول ده مثلا بيدعي انه اجتماعي. هي العلاقات ما بكميتها، العلاقات بنوعيتها، بنوعيه العلاقات ذاتها. انت عارف احنا مشكلتنا في السودان بنقطع الشغل، يعني بنلخبط الكيمان، يعني اي نوع علاقه عندها طرق تعامل معين. نعم. يعني بندخل ده في ده، بنجي نصطدم بالناس، بيخش كميه من الحسد، الحقد. حتى بالمناسبه بقول لك الشخصيات في العلاقات الاجتماعيه، في شخصيات كده بتكون يعني مضطربه المزاج، ما يعني عندك طريقه تعامل معاه معين. يعني انا دائما ما مع الناس اللي بقول انه علاقاتنا بتمشي كلها لحد نهايه العمر واحده. صحيح. كل مرحله من مراحل عمرك انت محتاج انك تعمل فلتره في العلاقات بتاعتك من جديد. بترفع ناس، شفت الانواع اللي قلتها لك دي، بتقوم انت ترفع ناس وتنزل ناس والحاجات دي ذاتها حسب يلا الانسان دايما الناس طبعا النفس البشريه دي اماره بالسوء. صحيح. وعندنا كميه من الحقد ومن الحسد موجود يعني، لكن ده ما مبرر لانك تقطع علاقاتك من الناس، وما مبرر انك انت تشوه به سمعة الناس. فكميه الحقد والحسد ده انا ممكن اتعامل معه دايما تعامل ايجابي. لكن يا دكتوره ساره خلينا نقف في انه الايجابيه هنا فيه، وما بتجي الناس بتبدا تنفر، بيقول لك والله اتعاملت مع فلان وفلان وفلان، يعني بيعدد لك حاجات ومواقف خلته يبعد ويكون انسان غير اجتماعي. طيب يلا عيني انا اوريكي الحاجه دي، العزله. دايما العزله اللي بتحصل في العلاقات الاجتماعيه دي اول حاجه بتاثر عليك انت كشخصيه طبعا نفسيا، بتاثر عليك في مشاكل نفسيه جدا. بعد شويه هتلقى روحك رهين لكميه من الضغوط والاستريس ما طبيعي. عشان كده احنا دايما لما نجي نقول انه احنا كيف نعمل علاقات او التفاعل الاجتماعي بتاعنا يكون صحيح، كيف اول حاجه نخد نفسنا مكان الانسان. يعني مثلا الزول اللي قال لك عملت لي وعملت لي وعملت لي، انا خليه، انا لو خدت نفسي مكانه والتمست له العذر وقلت يعني اولت عملت تاويل كويس للموقف بتاعه ده، صدقني حالقى انه الانسان ده كان عنده مثلا جانب من الجوانب انا ما كنت جايب خبره ايجابي، لا جانب من الجوانب ما كنت جايب خبره هو خلاه يعمل التصرف ده. دايما في ان كيف ننشئ علاقات اجتماعيه سليمه صحيحه، اول حاجه بقول لك تكون متسامح. نعم. تكون متسامح، يعني سامح الناس يا اخواننا، الانسان ده ما بيخطئ. انا قلت له رب العباد اللي خلقنا وانشانا ده، أيوة. ما قد نخطئ في حقه، بنجي نتوب ونستغفر ونرجع، أيوة. له نكون انسان متسامح ومبادر دائما. يعني حتى لو انسان اساء لي في حاجه، انا اجي اقعد معه بطريقه بسيطه ناي واقول له انت والله اسيت لي في المكان الفلاني ده، وكان دافعك شنو؟ انت عملت كده ليه؟ انت بتبدا هنا حسب معزه الانسان عندك. اذا زول بيتكلم له حاجات، لكن خلينا نحن نتكلم استضمت عن يعني استضمت، لكن نتكلم اجتماعيا عن الاسره الممتده وعندها دور في تنشئه الاطفال والاجيال في انه يكونوا اجتماعيين. تواصل الام والاب مع الجيران مع الاهل، يسوقوا الاطفال ده يمشوا اهل امهم واهل ابوهم، يعرفوا اعمامهم، تواصل دي مهمه جدا. طبعا دي بتبني الشخصيه السويه الطفل اللي بيسوقه، لكن طبعا احنا في الظروف حقتنا الاقتصاديه المره لنا ده بقينا ما قاعدين نسوق اولادنا كثير، لانه طبعا بنربطها لك بالماده وبحركه الانسان، فبقينا نخليهم في البيوت. عشان كده الطفل في فتره من الفترات ما بيعرف انه ده عمه وده خاله وكيف يتعامل معاه، بتلقاه يقول لك الطفل ده قليل الادب، ما بيعرف يرد على الناس الكبار. ليه؟ لانه هو الناس دي اصلا ما تفاعل معاهم، أيوة. ما موجود، فبتلقي البيئه بتاعته يا اصحابه في المدرسه او اصحابه في الفيس او الواتس. نعم. الناس الافتراضيين اللي هم ما بيشكلوا لك الذخيره المعرفيه اللي انت المفروض تكون موجوده عندك. يعني احنا قاعدين ناخذ تجاربنا، بنستند في تجاربنا من الاسره اللي بتكون قريبه لاحتياجاتنا، فهمتيني؟ الاسره حقتنا ما طبيعه الاسر بتختلف، كل اسر عندها كاريزما معينه طبعاً.
وعندها ايديولوجيه معينه وعندها مصالح معينه. لما انا اخذ ذخيرتي المعرفيه من اسره ثانيه مختلفه مني، انا بيجي لما اجي اتفاعل مع اسرتي حيقول افتكروني زول شاذ، هيقول لك الزول عايش مجتمع متناقض، يقول لك الولد ده ما بيشبهنا، الولد ده ما زينا. ليه؟ لانه ما تفاعل مع الاسره دي واكتسب منها معارف، اكتسبها من مكان ثاني، فضايره طبق هناك هو ما لقاها. لكن خلينا نشوف الاكتساب اللي بيجي من منصات التواصل الاجتماعي. لا والله مخيف طبعا. الفيسبوك، الجروبات الكثيره اصبحت فيها تواصل، التواصل ده فيه البيدوم وبيبقى حميمي من تواصل اجتماعي وبيمتد، وفيه اللي بتحصل فيه الحاجات دي وبيجيف وبيجي لك انت ذاتك تطلع من منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك واتساب تويتر. انا طبعا الاستجرام. انا طبعا مختلف، انا دي وجهه نظري، يعني انا ما قاعد احب التواصل عبر وسائل الاتصال كثير يعني. انا بفتكر انه دائما العلاقات الحميميه زي ما قلت، العلاقات اللي عندها على التفاعل زي ما قلت بالعين، تفاعل باللمس، تفاعل بالحاجات دي، دي النوع اللي بيخلق لي المحبه المتبادله انا المفروض القاها. بعدين دائما وسائل التواصل الاجتماعي ده فيها انت ما بتكون عارف الزول ده، ما بتعرف شخصيته كويس، ما بتعرف الاسره الموجود فيها، ما بتعرف نوع المجتمع. انت بتعرف لك انسان بيكتب بس كلام، هل هو صحيح ما صحيح، شنو هو تفاصيله، هل هو الانسان ده ذاته انسان طبيعي موجود، يعني موجود في الحياة كونه ولا لا يعني. فانا بقول انه دائما احنا استسلمنا لوسائل التواصل الاجتماعي، والحاجه دي اثرت على تواصلنا مع اسرنا، اثرت على تواصلنا مع جيراننا، عشان كده خلقت لنا فجوه كبيره جدا بالمناسبه بين المجتمع الحقيقي اللي احنا موجودين فيه والمجتمع الافتراضي اللي هو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. واحده من الحاجات اللي حنختم بها، تواصلنا اصبح في المناسبات السعيده في الاعياد، هو ذاته ما موجود في الاعياد وتحديدا السفر، الناس اللي في الولايات ربنا يديكم الصحه والعافيه، واولادهم بعيدين منهم بيكونوا عايزين يسوقوهم يودوهم لاهلهم ويشوفوهم ويحصل تواصل ما بين الاعياد، وده اصبح الحسنه الوحيده تقريبا. يلا طيب، احنا عشان زي ما قلت الزمن دائما بيسرقنا، احنا دايما ندي رشيدة في الحته دي يا اخواننا، نحرص على علاقاتنا الاجتماعيه. اول حاجه المبادره والعطاء، نحب دائما اننا نمشي لاهلنا ونديهم، يعني ما ضروري نديهم الماده لكن نديهم الكلام الطيب، نديهم الاهتمام، نديهم كده. بعدين الحاجه الثانيه المهمه جدا في هنا، ان احنا يا اخوانا الانسان ما بيقعد براءه في الحياه، الاسره بتاعتك دي بتديك حاجه اسمها الامن والامان النفسي والاجتماعي، الحب الانتماء، يعني انا بنتمي، انا اعز اهل، انا عزي باهلي، انا اهلي ده القدر ما يبعدوا احاول اجرهم، اصحابي ده القدر ما احاول اتواجد معهم. العلاقات الاجتماعيه مهمه جدا في انها هي بتخلي الانسان عنده قيمه، انا عندي قيمتي في الحياه قدر شنو؟ قيمتي بالناس الموجودين حواليك، بتخليك سوي وتقدر تشوف كل الناس. بعدين نلتمس الناس الاعذار ونبعد عن الحقد والحسد يا اخوانا، ونكون ناس متسامحين شديد 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 شديد. واي انسان في الدنيا دي قدر ما عنده جانب سلبي عنده جانب ايجابي، نحاول دائما عن الجوانب الايجابيه في علاقاتنا مع الاخرين عشان ننعم بعلاقات صحيه دائما تكون صحيحه. رساله للامهات تحديدا اللي بيربوا اجيال الاطفال اللي هم الان المفروض يقوموا اجتماعيين في الكبت الحاصل في البيوت من خوف الشارع وخوف المجتمع. طيب اول حاجه يحرصوا على زرع الحب. الانسان دائما ما تعلميه على الكره، علميه على الحب، وعلميه انه قدر ما يكون عنده حاجه يتقاسمها مع الناس اللي حوالينه، وعلميه انه دائما يحافظ على نفسه مهما كان الانسان موجود في مكان، كله ما علمتيه انه يحافظ على نفسه وانه يكون في هنا بعد بتاع امان بينه وبين الناس. ما معناه احنا ننعزل من الناس، لكن يكون عندنا انا اقول مسافه بتاعت امان بينه وبين الناس، ما نخش على الناس شديد، وفي نفس الوقت نكون عندنا متواصل معهم. يعني الطفل ده قدر ما انت دربتيه قدر ما هو استوعب، علمي انه اهله ديل العزوه بتاعته، واهله ديل بيسندوه في الحياه. بعدين ربنا ذاته قال لنا تواصلوا، وصى على صله الارحام، وادانا دائما انه لك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. حب الخير للناس، اتقاسم مع الناس، تواصل مع اهلك، ما مشي اهلك ده نوع من تادية واجب وانا ما داير امشي ويا امي انا زهجان وداير العب. التواصل ده اقول له اهم حاجه في الحياه، انت تتواصل مع الناس، تلاقي الناس، تحب الناس، ان شاء الله باذن الله. الحاصل لنا الان في صباح الشروق تواصل قد يكون اجتماعي بيننا وبين المشاهد اللي نحن ما شفناه خالص وما بنعرفه، لكن هو حبانا ونحن حبينا من خلال حقيقي بنحبه التواصل من خلال وجوده معنا. دكتورة سارة ابراهيم شكرا جزيلا لوجودك، وحتكوني معنا زي ما عودتينا دائما في اطلالات مختلفه عبر صباح الشروق باذن الله. ان شاء الله إذن نتواصل مع كل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا عبر صباح الشروق واللي انضموا لمتابعتنا الآن لتكملة لسه ما تبقى من صباحاتنا. خليكم معانا، فاصل قصير ونرجع من بعده نعاود ونستكمل هذا الصباح.